اسمي عبدو علي مقبل علي، منطقة سوريا، من مواليد 1962، متزوج ولدي 7 أبناء، 5 أولاد وبنتين. والله نواجه أصعوبة عدة، منها أولاً غلاء المعيشة. من مرجع إيش العمال؟ أنا ربينا أغنام نرعي الأغنام، والأغنام كما تعرف اللي مردودة في السنة الرائيل، وخاصة بعد الفترة دي أوقات في أمراض كورونا بصدر المعيشة. أربي غنمها والسنوات دي قادي ولا حاجة أبيعه أستفيد منه. من خلال تربيتي المواشي هناك عدة تحديات. الغنمة أحيانا تنديم زي ما يقول إجهاض، عملية إجهاض يخرج منه ميت أو مشوه ميت يخرج منه. أحيانا تصاب في أمراض معدية، فلما يموت الأغنام قدامك وأنت تتفرج لهن يكون شعور أي واحد خسر شيء، يعني حزين. في فترة ظهور فيروس كورونا كنا نحن قاعدين في البيوت نروح للديان فلوس من عند أقوارنا، مثلا ولا نستطيع نرعى أغنام ولا نستطيع نروح أسواق. لما سمعتوا الأخبار أن الفيروس هذا بعدي ونقاط حتى مشتاق، أصبحت إن أنا حتى أحيانا أقزع قبل الشخص نفسه، أحيانا يكون يا صديق وعزيز ما أسلمش عليه، فكنت أحيانا أستحي إن أقزع قبله أضرب ما أسلم عليه، والسبب خوفي من أن ينتقل العدوى. بالنسبة للتوعية كنا ننزل نبيع الأغنام في السوق، وبعدين نحصل ناس في فريق نازل يوعي الناس، فأخذنا معلومات منهم واستفدنا منهم كثير، أساساً كيف نقي أنفسنا من أمراض كورونا، كيف مثلاً تغسل أيديك، كيف مثلاً تعمل لك الكمامات. تلقينا معلومات من التلفزيون، عملية غسل اليدين، عملية وضع الكمامات على الفم. بالنسبة لأننا كنت أزور السوق مثلاً لبيع المواشي، يعني كان عندنا ايش نضع على الفم حقك والأنف تضع المشدة، لأن ما عندك كمامات للوقاية من ذا، بسبب إنه نحن ناس بسطاء رعيان غنم ما نستطيع نشتري كل يوم كمامة. بالنسبة للاستفادة كمان استفدنا من ذلك من خلال التوعية، كيف عملية الوقاية من المرض، مثلا عملية تباعد، هذا اللي استفدنا.